وعشان لهذا اليوم مرقد شجار وتمن شعرية هو غداه هو عشاء. يلا بك على تمن يلا اكشي ليش باخر يلا تعال تفضل الحمد لله والشكر. مرقت شجر. شو تسوي؟ أحب الفاير بالدياء. خلاص. يا شو شوف فيه؟ مع دجاجة طبختها بطريقة المندي على الفحم. تمين دجاجة. والف عافية. تمين دجاجة.